أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف خلالها على أداء البورصات المصرية وأسواق المال العالمية. فقد تراجعت مؤشرات البورصات المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، بينما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 0.7% لينهي التعاملات عند مستوى 14738 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 82% ليصل إلى مستوى 2813 نقطة. كما شملت التراجعات مؤشر إيجيك 100 الأوسان طاقا الذي تراجع بنحو 18% ليصل إلى مستوى 4160 نقطة. وعلى صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصات المصرية خلال تعاملات اليوم، فقد جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 19.8%، كما حل قطاع البنوك ثانيا من حيث التداولات بنسبة 18%، وجاء قطاع العقارات في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 13.2%. هذا وقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 1.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 958.6 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.9 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، بينما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.5 مليار جنيه. أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء. وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 1.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 958.6 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.9 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.5 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية AGX 30 بنسبة 0.7% لينهي التعاملات عند مستوى 14738 نقطة. كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بنسبة 82% ليبلغ مستوى 2813 نقطة. وشملت التراجعات مؤشر AGX 100 الأوسان طاقا الذي تراجع بنحو 0.8% ليبلغ مستوى 4160 نقطة. إلى منطقة الخليج، حيث أغلقت معظم أسواق الأسهم على مكاسب اليوم الاثنين مدعومة بارتفاع أسعار النفط، بينما أنهى المؤشر السعودي موجة صعود استمرت ثلاث جلسات مع تأثر معنويات المستثمرين بمخاوف من الركود. وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.3% مواصلا الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بفضل صعود سهم بنك أبو ظبي الأول أكبر بنك في البلاد بنسبة 1.5%. وأغلق مؤشر دبي بزيادة 0.3% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادية بنسبة 1.9%. كما أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.1%. يأتي هذا بينما تراجع المؤشر السعودي 0.6% منهيا ثلاث جلسات من المكاسب. يشار إلى أن كلا من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وتعهد بمزيد من الزيادات. وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السعودية والإمارات وقطر عملتها بالدولار الأمريكي، وتحذو حذو المركز الأمريكي في تحركاته بشأن السياسة النقدية. وفي بورصة وول ستريت الأمريكية، فتحت المؤشرات الرئيسية على استقرار اليوم بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر بفعل مخاوف من الركود، بينما زاد سهم تسلا بعدما ظهر استطلاع للرأي
على إيلون ماسك الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 99% نقطة ليصل إلى 32921 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 1.43% نقطة أو 4% ليصل إلى 3853 نقطة. بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 2.3% نقطة أو 2% ليصل إلى 10707 نقاط. ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بشركة الطاقة بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي أثارتها المخاوف المتزايدة من الركود، إذ تعهدت البنوك المركزية الكبرى بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وصعد المؤشر ستوك 600 الأوروبي 0.5%، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني 0.7%، كما هبط مؤشر كاك الفرنسي 1.1%، بينما ربح مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.3%. وفي آسيا أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم عند أدنى مستويات في 6 أسابيع مقتفيا أثر التراجع الذي شهدته وول ستريت في الجلسة السابقة. وهبط نيكي 1.5%، كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 76%، لكن قطاع البنوك في البورصة اليابانية ارتفع ب 1.19%، وجاء الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات. كما زادت التكهنات عن أن المركز الياباني ربما يعدل من سياساته المعتمدة على سعر فائدة بالغ الانخفاض، بعد تقرير أفاد بأن الحكومة قد تبحث مراجعة بيان مشترك مع بنك اليابان بشأن معدل التضخم المستهدف في العام المقبل. إلى أسواق البترول العالمية، حيث استعانت أسعار النفط قوتها خلال تعاملات اليوم وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كوفيد-19 وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 72 سنتا ليصل إلى 79.76 دولار للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي 74.89 دولار للبرميل بارتفاع 60 سنتا. كما أدى إعلان وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة بأنها ستبدأ في إعادة شراء النفط الخام من أجل تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجية إلى دعم الطاقات بارتفاع الأسعار. وستكون هذه أول عمليات شراء للولايات المتحدة منذ سحب 180 مليون برميل من المخزون هذا العام، والذي تعد كمية قياسية. يأتي هذا فيما قالت مفوضية الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أضحى في متناول اليد. وتشهد أروقة الاتحاد الأوروبي خلافات بسبب سقف أسعار الغاز، حيث تدفع 12 دولة باتجاه خفض كبير لسقف الاتحاد الأوروبي المقترح، بينما يسعى التكتل جاهدا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء. أخيرا، حذرت وزارة الخارجية الروسية من تداعيات تحديد الاتحاد الأوروبي لسقف لأسعار الغاز الروسية، وأكدت أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الأسواق العالمية ويزيد من عدم اليقين. وقال سفير المهام الخاصة بالوزارة اليوم إن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز
تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها. تأتي تصريحات السفير الروسي قبيل اجتماع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة تحديد سقف لسعر الغاز الطبيعي الروسي. نهاية مؤشر النيل غدا بإذن الله حلقة جديدة، دمتم في أمان الله، شكرا لكم.